دين المحليات العصايل مباشرة. نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط شاهين على المقدمة للسيد غدير بن عبيد بن علي الاجتبي، ننتقل إلى المركز الثاني مياس للسيد محمد بن مهير بالصوب الاجتبي، المركز الثالث الحذر للسيد بن سلطان، المركز مثير للسيد حميد بن محمد شامسي، وفي المركز الخامس المركز بن مديبي، وفي المركز الخامس مطر بن حمد بن عمكزات بن عبد بن يميع، ومركز السابع منجز للسيد احمد بن خليفه بن رشيد السويدي، وفي المركز الثامن ملفت للسيد عبيد عمر خان الاجتبي، وفي المركز التاسع الحذر للسيد سعيد بن محمد بن سلطان العويسي، وفي المركز نشوف اللي في المركز العاشر اللي وصل وخذ المركز العاشر في هذه رزام، وصل للسيد تواجد ايضا براشد هنا مع رزام على المركز العاشر. هذه النتيجة مقدمة هذا الشوط للصراع على المقدمة. نشوف التغيير، مثير بدأ يغير وينتقل إلى مقدمة الشوط. يا سلام للسيد حميد بن محمد بن دعيفس الشامسي، ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني مياس الشكل، مياس العروض الطيبة، ها هو مياس للسيد محمد بن مهير بن الثالث، ناخذ منجز للسيد أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي، يبى ينجز في هذا اليوم في تمليل المركز الرابع، وفي المركز الرابع مهدي للسيد مطر بن حمد بن عميرة الشامسي، وفي المركز الخامس المختلف بن يا سلام يبى يلحق بالحذرة يالي الذيد إلى مدينة الذيد. يا سمير على هذا الأداء الذي تقدم لك هنا المرموم، ننتقل إلى المركز السابع، وفي المركز السابع شاهين للسيد غدير بن عبيد بن علي الاجتبي، والسيد حمد بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي، وفي المركز نشوف المركز التاسع، المركز التاسع من الجانب سل الحظات الشامي للسيد حمد بن محمد الوهيبي، وفي المركز العاشر هذا هو السيد حميد بن سالم بالقوبع المنصوري. نرجع إلى منجز إلى مقدمة هذا الشوط، بدأ ينجز بن رشيد الجماعة قادمي، دير بالك الشامسي وبصوب ايضا قادمين قدوم قوي. يا سلام يا سلام بدت تسلل، بدت الخطوره على مقدمه هذا الشوط، ومنجز ما زال محافظ على المقدمه رغم الضغوط التي من مثير ومياس. المعركه طاحنه على مقدمه الشوط بين ثلاثه جعادين، منجز ومياس ومثير، المعركه طاحنه للغايه على ما منجز لا زال ينجز، مياس قادم ما دام مياس يهبني من مطلعي كوس، روح يا بصوب عندك سلالة مياس، لكن هنا منجز ما طاع يسلم رقم الضغوط. مياس منجز مياس سلام يا هلا الرفادة، سلام تهانينا من الاعماق للسيد محمد بن مهير بالصوب الاجتبي على فوز مياس بالمركز الاول. المركز الثاني منجز للسيد احمد بن خليفه بن رشيد السويدي، وفي المركز الثالث مثير للسيد حميد بن محمد الشامسي، وفي المركز الرابع والخامس وبقية المراكز نترك الأعضاء خط النهاية. شاهدت ويانا أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام، شاهدت الصراع حتى الأمتار الأخيرة، لكن مياس له كلمة عند خط النهاية وغير وانتقل إلى مقدمة هذا الشوط في زمن وغدر 6 دقائق ثانيتين 9 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن مهير بالصوب الاجتبي والذي وصل في المركز الثاني، منجز أيضا قدم ما فيه الكفاية 6 دقائق 3 ثواني جزء 1 من الثانية. تهانينا للسيد أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي والذي وصل في المركز الثالث. نشوف المركز الثالث الذي وصل في المركز الثالث كفو 6 دقائق 4 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع الفلاسي والذي وصل في المركز الرابع، مثير للسيد حميد بن محمد بن دعيفس الشامسي، وفي المركز الخامس المختبر للسيد علي بن عوض بن